أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيلان لنقل أحداث افتتاحية بطولة التسامح الثالثة هنا على أرضية ملعب التسامح. في هذه اللحظات يقف بجانبي ماجد إلتون، المهاري الأول على مستوى أحياء الغربية وليس فقط على مستوى جدة. بداية ماجد، نرحب بك ونمس عليك مرة أخرى عبر عدسة تي في بازيلان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور. ماجد، بطولة التسامح تنطلق بهذه الوضعية، أكيد شاركت في البطولات الماضية، كيف شفت افتتاح هذه البطولة؟ والله ما شاء الله، يعني افتتاح باين انه من بدايته كده يبان انه بطولة ناجحة. هذه ما شاء الله ثالث بطولة على ما اعتقد وباين انها ناجحة. ماجد، كيف شفت المباراة اللي انتهت بتعادل ايجابي وايجابي ايضا بضربات الترجيح؟ والله مباراة حلوة، كانت بين فريقين قوي، يعني فريق الجالية اللي هو ماخذ المركز الثاني في البنك الاهلي السنة دي، والسنة اللي قبلها اخذ البطولة، وفريق بريمان ما شاء الله يعني نجوم جدا معاه. ماجد إلتون، اللاعب اللي يمتلك او المهاري اللي يمتلك مهارة عالية وحس عالي من خلال ما يقدمه من عروض سواء في مباراة افتتاحية او مباريات نهائية، ما سبب البعد عن هذه البطولة وعن الليلة الافتتاحية لهذه الدورة؟ يعني زي ما اقول لك، لازم ايش تجهز حركات جديدة، ما تطلع دائما، جهز نفسك بعدين تطلع. طب ايش الجديد؟ الجديد ان شاء الله نهاية حق التسامح. نهاية التسامح. طيب أهم العروض اللي جات لمازن، أهم العروض حاليا؟ في عروض ولا لا؟ قاعد أشتغل مدة شهر في مجمع العرب. مجمع العرب، إيش الآلية اللي اتخذتها؟ إيش الآلية اللي اتخذتها وإيش نظام العمل اللي أنت بتاخذه؟ والله ما أخذ 3 أيام في الأسبوع، اللي هو خميس وجمعة وسبت، عروض في مجمع العرب. بالتوفيق ماجد القربي، سعادة كثيرة بتواجدك معنا، شكرا لك. أشكركم على استضافتكم معايا، وشكرا لقناة خالد بازيدان، وشكرا لك، وشكرا للرايد ومحمد. شكرا لك. العافية.